طب ناخد مثال بقى على الكلام اللي احنا قلناه ده، ولا انتوا خلاص؟ ناخد مثال، بيقول لي بقى الاكزامبل بتاعنا، بيقول اكور عينه 2.54 سنتيمتر لونج، ام 2.54 سنتيمتر ديامتر، has a porosity of 22%. What is the pore volume؟ زي ما اتفقنا هننظم حلنا، مدينا معطيات، ادي المعطيات ننظمها. بيقول ايه؟ عندي كور 2.54 طولها اللينث 2.54 سنتيمتر، ان 2.54 ديامتر، الديامتر 2.54 سنتيمتر، البروزدي عباره عن 22%، 22 على 100 تدينا 22 من 100. عايز البور فوليوم، قلنا ان البور فوليوم بيساوي ايه؟ البور فوليوم قلنا ان هو بيساوي مثلا البالك فوليوم ناقص الجرين فوليوم، وبرده من المساميه عندي ان البوروستي بتساوي البور فوليوم على البالك فوليوم، اذا البور فوليوم بتساوي البوروستي في البالك فوليوم. دلوقتي هو طالب ده، عندي البوروستي، عندي البوروستي، ايه اللي باقي؟ البالك فوليوم. طب هو مديني معطيات؟ ايوه طبعا، انا عندي حجم، الحجم بتساوي الفوليوم بتساوي الاريا في اللينز، الاريا بتاعتي بتساوي باي على 4 في الدي سكوير في اللينز، تمام؟ اذا الفوليوم هيساوي باي على 4 في الدي 2.54 تربيع في 2.54، هتساوي ايه الفوليوم؟ هيساوي على 4 في 2.54 تكعيب. الناتج بتاعي طلع ان الفوليوم بيساوي 12.88 سي سي، اي كيوبيك سنتيمتر، سنتيمتر مكعب. جبت البالك فوليوم، بالتالي هروح اقول ان البور فوليوم بتساوي البوروستي في البالك فوليوم، هتبقى 12.88 في قيمه البوروستي اللي هي بتساوي 22% في 22%، طلعت النتيجه عندي 2.83 سي سي. تمام، مساله كويسه وسهله قدرنا نطبق بيها الكلام اللي احنا قلناه. طب ايه رايكم ناخد مثال كمان؟ مثال كمان، اخر مثال معانا ان شاء الله، وهبقى اديكم مثال برضو تحلوه كهوم ورك في البيت باذن الله. اكزامبل 2، بيقول ايه المثال؟ كالكوليت ذا بالك فوليوم، طالب البالك فوليوم. هو بيدينا شوية معطيات بقى كويسة، عايزكوا تركزوا معايا. رقم واحد، الـ weight of dry sample in air بيساوي 20 جرام. رقم اتنين، الـ weight of dry sample in air coated with بارافين بتساوي 20.9 جرام. رقم ثلاثة، ان الـ weight of the coated sample immersed ان ووتر بتساوي 10 جرام.
ومديني برضو الرو او الكثافة بتاعت البرافين بتساوي 9 من 10 جرام لكل كيوبيك سنتيمتر. مدينا مسألة عايز فيها البالك فوليوم، ده تطبيق بقى على ازاي بنحدد الطرق بتاعت البالك فوليوم اللي احنا قلناها. تمام، هنا في الطريقة دي غطى العينة بالبرافين، تمام، وحطها في سائل، بعد كده العينة حصل لها او السائل حصل له ازاحة بواسطة العينة اللي هي مغطاة بالبرافين، بالتالي الحجم المزاح هو عبارة عن حجم العينة اللي هو عايز لها البالك فوليوم بتاعها زائد حجم البرافين، وبالتالي عشان اعرف اجيب البالك فوليوم هيبقى الحجم المزاح ناقص حجم البرافين، وده اللي هنحاول نوصله ان شاء الله. تمام، فانا عندي الجيفن، سوري معلش، الجيفن داتا. ايه الجيفن داتا بتاعتي؟ ان مديني ان وزن العينة وهي في الهواء، وزن العينة وهي في الهواء قبل التشبع بيساوي 20 جرام، وزنها العينة وهي بعد التشبع بيساوي 20.9 جرام، وزن العينة، تمام، وهي في الماء بتساوي 10 جرام، ومديني كثافة البرافين بتساوي 9 من 10 جرام على السنتيمتر مكعب. هناخد الداتا بتاعتنا ونحاول نوصل للكلام اللي احنا فهمناه من التجربة. أول حاجة هنجيب وزن البرافين، هيساوي ايه؟ هيساوي وزن العينة مغطاة بالبرافين ناقص وزنها بالهواء، تبقى بتساوي كام؟ 20.9 ناقص 20 هتبقى بيساوي كام؟ بيساوي 9 من 10 جرام. تمام، معانا حجم البرافين ومعانا كثافته، او معانا الكتله بتاعته ومعانا كثافته، نقدر نجيب ايه؟ رقم 2 حجم البرافين. حجم البرافين بيساوي ايه؟ الكتله على الكثافه. معايا ولا رحتوا فين؟ ركزوا معايا، هتبقى بتساوي 9 من 10 على 9 من 10، بالتالي الكثافة بتساوي أو الحجم بتساوي 1 سنتيمتر مكعب. جبنا حجم البرافين، بعد كده هنروح نجيب إيه؟ حجم الماء المزاح. قبل ما نجيب حجم الماء المزاح معانا وزن المية ولا لأ؟ معناش وزن المية، يبقى هنجيب وزن الماء المزاح. وزن الماء المزاح بقى زي ما قلنا هيساوي ايه؟ وزن العينة المطلية بالايه؟ بالبرافين ناقص وزنها وهي في المية. تمام؟ هتبقى بتساوي كام؟ وزن العينة في البرافين 20.9 ناقص وزنها وهي في المية طلع 10، بالتالي فإن وزن الماء المزاح بتساوي 10.9 جرام. جبنا الوزن، هنجيب الكثافة، هنجيب الحجم عن طريق الكثافة والكتلة، هنجيب رقم 4 حجم الماء المزاح. الحجم بيساوي الكتلة على الكثافة، جبنا لسه الكتلة دلوقتي بتساوي 10.9 على كثافة المية، طبعا معروفة، عارفينها ولا لا؟ كثافة المية بتساوي